سقيا الماء المتنقل للعاملين تحت أشعة الشمس المرتفعة مشروع يتنقل بسيارات متخصصة إلى أماكن التجمعات خصوصا العمال أطلقه القائمون على نماء للزكاة. مشروع سقيا الماء المتنقل مشروع يطرح لأول مرة في دولتنا الحبيبة دولة الكويت، هو عبارة عن مشروع سقيا الماء المتنقل يتم توزيعه في أماكن ازدحام العمال وأماكن الناس. قيمة السهم 10 دنانير، يتم سقي 500 شخص بهذا السهم. عمل تطوعي خيري يستهدف تجمعات العمال، يعزز التكافل، ينمي ثقافة المساعدة ويسقي شجرة المبادرات الإنسانية. ميزة أن متنقل غير ثابت يصل إلى أماكن ازدحام الناس، وامتثالا لقول الله تبارك وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة سقي الماء. فكل الشكر والتقدير لأهل الكويت الكرام المحسنين والمحسنات على هذا التبرع الكريم. ببساطة الفكرة وسهولة تنفيذها يسعى القائمون على المشروع إلى تنميته وانتشاره في جميع المناطق، فأفضل الصدقات سقي الماء كما جاء في الحديث الشريف. لتلفزيون المجلس أحمد الشمري.